كل سنة وانتي طيبة شمة، خبرينا ايش رأيك في مشاركتك اليوم؟ طبعا يشرفني ان انا اكون متواجدة اليوم ضمن الفعالية هاي الحلوة، ويشرفني ان انا اغني حق جمهوري جمهور العين. خبري جمهورك، شو جديدك على رأس السنة؟ ان شاء الله على رأس السنة بتكون لي اغنية سنجل جديدة، ان شاء الله بتكون من كلمات الشاعر أصايل ومن الحان ملحن الاماراتي البحر، وان شاء الله تكون اغنية تناسبهم وتعجبهم. إن شاء الله بالتوفيق. قولي لنا كلمة لهيئة أبو ظبي للسياحة. أحب أشكر هيئة أبو ظبي السياحة، وأحب أشكر شركة اتش برودكشن على هذه الحفلة الجميلة، وإن شاء الله لياتك تكون أكثر وأتواجد معهم أكثر. نورتينا شمة وبتنورين جمهورك اليوم، وكل سنة وأنت طيبة. وأنت طيبة حبيبي.